السلام عليكم، عندنا جهاز يصنع العصير من شركة سايوني. هذا الجهاز بميزة انه يقوم بتصفية الشوائب او البذور من اي فاكهة ممكن تعصروها بهذا الجهاز، وايضا ببعض الادوات المساعدة امثال هذا الكوب اللي هنا مقعد، وايضا هاي الاداة اللي ممكن تضغط على البرتقالة بعد ان لو تقوم تقشيرها تخليها هنا تقوم تضغطها. ايضا يحوي على هذا المصفي اللي هو يقوم بتصفية العصير ورمي الشوائب في هذه المنطقة.